مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، فعاليات دورته 15 بالقاهرة على مسرح السور الشمالي تحت شعار رسالة سلام إلى العالم بمشاركة 30 فرقة حول العالم. قدمنا على مدار 7 أيام و7 ليالي، عاوز أقول لك في أماكن حوالي 5 أو 6 أماكن، منهم بيت السنار في سيدة زينب، وعندنا مجمع الأديان احتفالية هنا نصلي معا في مجمع الأديان، والحقيقة علاقة نجاح منقطع النظير، أيضا قبة الغوري، أيضا قصر الأمير طاز، أماكن كتيرة الحقيقة شهدت إقبال جماهيري غير عادي. النهاردة الختام في مسرح السور الشمالي بيشترك معانا 6 دول من الخارج بالإضافة لفرق من السفارات الأجنبية اللي موجودة في مصر. عندنا حوالي 7 فرق من السفارات، ده غير 6 دول اللي جايين من بره، غير فرق متنوعة من مصر سواء على مستوى الإنشاد أو التراتيل القبطية أو الترانيم الكنائسية، فرق شبابية جميلة جدا مبتدئة. النبي يا أم الحضارة، اللهم صل عليه، بلغوا شوق القمر، مهرجان سماع للإنشاد الديني يهدف لنشر ثقافة السلام والتواصل الإنساني بين الشعوب وإرسال رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر، لتؤكد أن جوهر الأديان المحبة والتسامح والخير لكل شعوب العالم. كانت هناك جولات في أنحاء هذه المدينة، المدينة الساحرة، مدينة القاهرة، وقد عزفنا فيها ألحانا وأوتارا مع جمهور المصري السميع، واليوم هو ختامه، ختام مسك مع ثلة من الفرق الإنشادية على جميع الأصعدة وعلى جميع الطبوع. أنا بوصل هنا رسالة لأخواتي ولأخواني، لكل الدول الأخرى التي لم تصعد هذه المنصة، تمام، فليأتوا سنة جاية، تمام، ويبرزوا المحبة والإخوة بين الدول والسلام والطمأنينة. هنشارك برضو إحنا يعني باللغة الإندونيسية، هنقول يعني إنشاد كده باللغة الإندونيسية إن شاء الله، وده شرف لنا إن إحنا نشارك دايما في مهرجان سماع، مهرجان دولي من أرض مصر، بنرسل رسالة سلام إلى العالم كلها. تضمن حفل الختام عزفا جماعيا للفرق المشاركة في ملحمة موسيقية فريدة من نوعها، وسط حضورا جماهيريا واسعا من مختلف الجنسيات، إلى جانب مشاركة جميع الفرق في ورش دولية بعنوان معا نغير العالم.